ما القول الراجح في جلسة الاستراحة؟ الراجح والله أعلم أنها غير مشروعة، وإنما يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها، إذا كان مريض أو ثقيل الجسم أو كبير السن يحتاج إليها يفعلها، أما إذا كان غير محتاج إليها فهي ليست سنة، وإنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثقل، فعلها للحاجة.